أبا الحسين للدماء ببيت الله أن تسفك، فمضى لحت فيه بأيدي قوم قد أعطوه موثقا. بايعوه حين قالوا إلينا يا حسين هلم، فصدقوا الوعد إن عرقوب يوما صدق. لنصرة الدين بذل النفيس النفس وأهله، وثلة أصحاب ليس كمثلهم صاحب خلق. فأكرمه الله أن جعل له مثوى الناس تحجه، تؤنسه بعد يوم عصيب وقف وحيدا مطرقا. ذاب الحسين في حب إلهه ولم ينثني، فملأ الكريم قلوب الناس بحبه وأغدق. وأعطاه من الزائرين ما لم للكعبة يعطه، وسفينة رحيبة تحمل من شاء ألا يغرق.